طيب خلينا نكمل هنا انه احنا لسه في التوتوريالز في البيزك في الماشين ليرنينج بيزك وكيراس. بدنا ندخل الان في موضوع السيف اند لود موديل. تمام. طبعا هذه الشغله كثير مهمه. ليش؟ لانه يعني تقضي وقت طويل جدا وانت بتعمل ترين على الموديل، يعني بيعدي الساعات، وقد يكون انه انت بيعدي لايام واسابيع، خاصه اذا انت بدك تبني سي ان ان موديل بده يتعلم على 14 مليون صوره. فبالتالي مهم جدا انه انت المنطقه اللي وصلت فيها لعند ويت معينه تكون محفوظه عندك، بحيث انه انت تقدر ترجع لها تعملها لود فيما بعد. طيب حكيت عشان نقدر نعمل السيف للموديل بفورمات معين، نحتاج ان احنا نعمل انستول الديبندنسيز تبعتي اللي هي البي واي يامل اتش 5 بي واي، هي عباره عن اتش دي اف 5 فورمات. هذا عباره عن فايل فورمات لللارج فايلز بنخزن لك اياها بصيغه النمباي اري، انه اذا اصلا هي ما بتعملش انه ما بتسع في الذاكره انه انت تتعامل معها في ملفات. امبورت للتنسور فلو والكيراس والفيرجن، انا عندي 2.2. طبعا الداتا سيت اللي احنا بنشتغل عليها امنست، انت فاميليار معها واخذناها سابقا. تمام. فهنا بس هذه الامنست اعتقد انه هي كيف؟ لا مش تبعت الفاشن، تبعت الديجيتس هذه. لا هاند ريتن ديجيتس، هاي صور منها موجود صور؟ لا. تمام حكيت بنشوف صور منها. فالداتا سيت هذه اصلا فيها هناخد الفيرست 1000، فبالتالي انا عملت لود للداتا سيت هذه. طبعا انا عندي الترين ايمجز، ترين ليبلز، تيست ايمجز، تيست ليبلز. تمام. عشان يبسط الاكزامبل، عشان يبسط الكود او يعني يسرع الكود يعني تشغيله، رحنا اخذنا اول 1000 من الترينينج ليبلز واول 1000 من التيست ليبلز، ونفس الشيء بالنسبه للواي. اوكي. رحنا عملنا ريشيب للايمجز ماينس 1 28 في 28 وقسمناها على 255، عملنا نورماليزيشن في نفس الخطوه. نعرف الموديل سيكوينشال. اللاير الاول 512 والانبوت لاير 784 اللي هو 28 في 28. ضاف دروب اوت، شايف صرنا نستخدم شغلات احنا تعلمناها سابقا. والدنس انا عندي 10 اللي هو اخر لاير 10 نيورونز. ليش؟ لانه 10 ديجيتس من 0 ل 9. الاوبتمايزر ادم، وهنا سبارس كاتيجوريكال كروس انتروبي والمتريكس اكيوريسي. تمام. هنا نعمل كرييت للموديل، بتشوف السمري تبعته. فانا عندي حوالي 407000 بارامتر بدي اعملهم تونينج. طيب كيف بدي احفظ الويتس عند ترين عند اي بوكس معينه؟ بدي اطلب منه كل 5 ايبوكس احفظ الويت، كل ايبوك احفظ الويت. فهذا الاشي نطلبه من خلال الكول باكس. فبالتالي هنا التشيك بوينت باث روح اتعرفته، تريننج 1 سلاش سي بي تشيك سي كي بي تي سي كي بي تي. هذا عباره عن المسار اللي خزن فيه الويت. التشيك بوينتس، التشيك بوينتس مقصود فيها الويتس. تمام. هنا عرفوا كدايركتوري او اس باث دايركتوري نيم الباث، وهنا عرف كول باك تي اف كيراس كول باكس موديل تشيك بوينت، اديته المسار سيف ويتس اونلي بتساوي ترو. يعني انا ممكن اخذ خيار انه انا اعمل سيف للويتس مع النيورال نتورك اركيتكتشر توبولوجي تبعت النتورك. انا حكيت له هنا احفظ لي النتورك فقط. تمام. الويت فقط عفوا. وهنا بحكي فيروس بتساوي 1، وهنا عملت فيت لترين ايمجز والليبلز، اديته 10 ايبوكس،
اديته الفاليديشن داتا سيت واديته الكول باك اللي انا عملته. الان انت ايش بتلاحظ؟ انه هاي الايبوك 1 من 10، تمام؟ فبالتالي هاي الايبوك 0 عمل سيف للموديل في تريننج 1 سي بي تشيك بوينت، الامتداد تبعها تشيك بوينت، تمام؟ الايبوك الثانيه بتلاقي انه هو عمل برضه سيف، وهنا فبتلاقي انه كل ايبوك عمل سيف انا عندي، تمام؟ لو عرضت للتشيك بوينتس هتلاقي انت عندك هنا للتشيك بوينتس انه الامتداد تبعها، فبتلاقي انه cb dot checkpoints ايش بروح بضيف لك انه data 000 of 002 بالاضافة للاندكس تبعها، وهنا من 01 of 02، مع ذلك انه كل ايبوك بروح بحفظ لك اياها زي ما انت شايف. طيب هجيت بدي اعمل evaluate للموديل، عملت evaluate قديش طلعت انا عندي النسبة، عفوا هنا عرفت موديل تاني create a basic model، تمام؟ ما عملت fit، عملت evaluate بشكل مباشر قديش طلعت انا عندي النسبة 11%. طبيعي ليش؟ لانه انا مش عامل train، بدي استخدم التريننج السابق اللي انا عملت له save على file، فبالتالي هنا بروح باخذ موديل دوت لود ويتس وبدي له للتشيك بوينت باث، تمام؟ وبروح بعمل ري ايفالويت للموديل، بتطلع انا عندي الاكيورسي 87%. ايش في انا عندي اوبشن في التشيك بوينت؟ ممكن انه اقول له انه احدد الايبوكس نمبر انه تظهر انا عندي في التشيك بوينت في الفورماتنج تبع السترينج بهذا الشكل، تمام؟ بالضبط. فهنا بحكي له البيريود 5، بدل ما انت كل ايبوك احفظ لي الويتس كل 5 ايبوكس، تمام؟ فهنا ضفنا الباراميتر هذا، فبالتالي صار السيف انا عندي عند 5 10 15 20، بدل ما كان انه عند 1 2 3 4 بهذا الشكل. فبالتالي هنا بروح برسم لي، او عفوا بكتب لي في الفايل نيم اللي هو الاي دي تبع الايبوك او الاندكس تبع الايبوك، انه عند الايبوكس هذه كان الويتس هالقد وهنا كان الويتس هالقد بهذا الشكل، تمام؟ فانا عندي ملفات كثيره في الويت. الليتست كانت انه هذه عند الخمسين، تمام؟ راح عمل لود للليتست وعمل ايفالويت فيها. في عندي خيار انه انا اعمل مانيوالي سيف للويت، فبالتالي هنا كيف؟ يعني لو حفظ اللي هو الويتس يعني عند اخر ايبوك عملها، يعني لو انا بدي لا مش عند اخر ايبوك. هنا عند اول خيار انه عند كل ايبوك عمل سيف، تمام؟ هيو عند الايبوك 1 هيو بتلاقي عنه عمل سيف، عند 2 عمل سيف، بعديها ادى خيار ثاني انه حدد بيريود انه تعمل ليش كل ايبوك انه انت تعمل سيف كل 5 ايبوك. لانه انت لما بدك تدرب ايبوكس طويله كثيره، تمام؟ انه انت قصدك انه بغض النظر عن انه حطينا بيريود او لا، ايش الهدف من هاي الشغله؟ ويتس اللي انا عملت لها سيف، لانه انت يعني استغل منك ريسورسز ووقت كبير وكمبيوتيشنال باور عاليه انه انت تعمل ترين لهدول الويتس، تمام؟ ممكن من خلال الرسمه انه تقول انه عند مرحله معينه هذه هي المرحله، مثلا الايرلي ستوب انت ما ظبطتهاش وانت رحت كنت مستاجر سيرفر ساعتها، والسيرفر يعني الكوست تبعته تبعت الجي بي يو انه الساعه عندك ب $2، ورحت انت شغلت طلع معك الشغل انت عندك احتجت 3 ايام، اضرب
$2 في 24 في 3 ايام، شوف قديش المبلغ. هذا كله هيك يروح يضيع، تمام، عشان انت ما كنتش حافظ الويتس عن منطقة معينة. فبالتالي انت بتروح تطلع على اللوج انت عندك، بتشوف وين انت عندك اقل لوس، قول خلص انا بدي اخذ الويتس عند هذه الاي بوك، بدي اروح بدي احملها. فبالتالي موجود انت عندك الاندكس، هذا عندك خيار. فبالتالي عندك خيار انه تحفظ كل اي بوك، وفي عندك خيار انه كل اي بوك لا كتير، لانه انت عندك لو كان 1000 اي بوك حيكون 1000 فايل ومحتاجة ستورج كتير كبير. فبالتالي انت بتقول لا بدي اعمل سكيب، انه كل 5 اي بوكس انه اعمل سيف للويتس، ممكن عشان انت ترجع لها فيما بعد. ممكن تكون بالنسبه لانه زي جينيريشن للموديل، انه كان تدرب عند الحد الفلاني اعطاني اكيرس مثلا هيك، لا ارجع كمل من بعد مثلا اللي حفظته مثلا عندي. بالضبط، ممكن تعمل لود للويتس وترجع تعمل فيت كمان مره، فبالتالي هو بيكمل على التريننج. يعني بدهاش انه من الانيشال راندوم ويتس. نعم، كيف نمباي الري اللي هو عباره عن الكونكشنز تبعتك، تمام، وعباره عن الويتس للكونكشن هذه. هل جيت تطلع على الموديل دوت سمري، تمام، انه انت عندك هنا عدد البارامترز، انت عندك في الدنس لاير الاول عندك 41,401,000 كونكشن، كل كونكشن هذه في عليها ويت، تمام. فبالتالي عندك الري هنا في الدنس لاير الاولاني قديش الدايمنشن تبعها، 41,401,920 هذه الدايمنشن تبعها، وايش الفاليوز، عباره عن القيم تبعت الويتس، تمام. الدروب اوت في شيء له ويت، بعديها الدنس لاير الاخير هذا 500، فحتلاقي عندك مات الري ثانيه الدايمنشن تبعها 5130 وفيها الفاليو تبعت الويتس تبعها. تمام، حاجات مانيوالي سيف للفايل، انه انت بدل ما انت تعمل كول باك، انت خلصت التريننج مثلا وعمل ايرلي ستوب، قبل ما انت تطفي الكود تبعك قول موديل دوت سيف، تمام، سيف ويتس، حط بس هاي الستيتمنت خلص بعمل لك سيف للويتس. فبالتالي بحفظ لك اخر واحده بس، مش كل ايبوك بعملها. سيف ذا انتاير موديل اللي كنا نعمله سابقا للويتس، اللي هو ايش كانت؟ سيف ويتس. بدك تحفظ الموديل، استدعي الداله دوت سيف. فايش بتعمل لك؟ تحفظ التنتين، تو فايلز، واحد للتوبولوجي والثاني للويتس، تمام. فيعمل دايركتوري اسمه سيفت موديل، وهنا سيف للسيفت موديل. حتلاقي انت عندك ايش الملفات اللي موجوده هنا، عامل ليست للفايل، ايش في عندك؟ سيفت موديل اللي هو بي بي بالاضافه، عفوا هي سيفت موديل بي بي بالاضافه للفاريبلز والاسيتس، تمام. هكذا لما تعمل لود انت بس ادي له اسم المجلد وهو لحاله بروح بحمل كل الملفات هذه، تمام. هي انت ممكن تستخدم فورمات ثاني بدل التشيك بوينت، تستخدم ال HDF5 فورمات، بس انه انت متجرد انه انت تدي له انه تحط ال H5 extension. Saving custom objects لو انت بدك اياها. هيك بيكون خلصنا الجزئيه هذه المتعلقه بالسيف واللود للمودلز. فبالتالي انه زي ما انت شايف وصفات جاهزه هنا، بس مجرد انه انت تاخذها عندك في الكود وانه انت تستخدمها، وحتلاقيها في كومبيتيشنز مستخدمه بشكل كبير. يعني انت لو جيت طلعت
على بالضبط على الكاجل انه شفت اركيتكتشرز بتستخدم سي ان ان انا ليش سكرت تحتكم رحت على النوت بوكس وهنا بحثت عن CNN هنا مطبق الكيراس CNN للكاتس والدوكس ممكن تطلع على الوصفة هذه CNN with كيراس CNN segmentation flower recognition CNN أنا بصنف الأزهار لو اجيت اطلعت للاخر انه هي يحافظ الموديل موديل اتش 5 اتش 5 بحفظ التنتين الاركيتكتشر بالاضافه للويتس فهي سيف ذا موديل نعمل سيف للويتس بس تمام اركيتكتشر موجود عندي في الكود هذه الفلاور ريكوجنيشن هتلاقي انا في عندي سان فلاور توليب خمس انواع تمام وبده يعملها ريكوجنيشن هنا ما فيش اوتبوت مش حافظ الموديل هذا هنا في عنده ايرور في الكاميرا تبعه في هذا السيل تمام